بسم الله الرحمن الرحيم. احنا المرة اللي فاتت اخر مرة خلصنا مع بعض الديجيتاليس، وفضل لنا كان الاريثميا والهايبرتنشن. احنا ملتزمين بالحاجات اللي احنا هنشرحها، بس النهاردة اي حاجة في الكتاب زيادة دي هتبقى بس ريدينج المعلومات كل عامة مش علينا. طيب لو جينا نتكلم على الكاردياك اريثميا، طبعا اريثميا ممكن يبقى تعبير خاطئ، لان اريثميا ممكن ناس تفتكرها ان هي نو ريذم او عدم وجود ضربات قلب، فعشان كده الصح ان انا اقول ديس ريذميا، لكن هي اصطلاحا اتعرفت الريذميا. فالكاردياك ريذم اللي هو الهارت ريت، واحنا زي ما قلنا ان ساينو اتريال نود او البيس ميكر هي اللي بتحدد الهارت بيتس بتاعت القلب. اي ابنورماليتي في الهارت ريت او البيتس هتبدا يبقى عندي ا كونديشن اوف اريثميا، اللي هي بتتعرف ان هي ديستربنس في الاوتوماتيسيتي والكونتراكتيليتي بتاعه الكاردياك ماسل. طبعا زي ما احنا فاكرين الانتي اريثميك دراجز نراجعهم مع بعض بسرعه. انا كان عندي هاي ريذم يعني ضربات قلب سريعه، يعني كونتراكشن يعني دي بولاريزيشن، عشان اي حاجه تقلل لي ضربات القلب العالية دي لازم تبقى بتزود الريفراكتوري بيريد، اللي هي الوقت اللي العضلة بتاعت القلب بتستريح فيه. فلو فاكرين زي ما اخدنا مع دكتور عزة كان عندنا class 1 anti arrhythmic drugs اللي كان البروتوتايب بتاعنا الكينيدين واللوكال anesthetics، وهما كلهم كانوا بيشتركوا ان هو sodium channel blockers. لما نقفل sodium channels يعني هيقل depolarization يعني هتزيد refractory period. class 2 كانوا beta blockers، والclass 2 anti-arrhythmic drugs دي بتبقى of beneficial use مع الناس عضلة القلب بتبقى very sensitive للcirculating catecholamines، فتبدأ يحصل الاريثميا أو التاكيكارديا، فوقتها ممكن نديهم البيتا بلاكر زي البروبرانولول عشان نقفل البيتا 1 ريسبتورز، خصوصا لو الناس دول بدأ يحصل لهم general anesthesia بهالجينيتد hydrocarbons. بعض الهالجينيتد hydrocarbons الانثيتكس دي بتسنستايز بتزود حساسية الهارت للcirculating catecholamines، فممكن تحصل التاكيكارديا. class 3 anti-arrhythmics فيهم examples كتير قوي، بس كلهم مشتركين مع بعض حتى لو هما بميكانيزمات مختلفة بيشتغلوا، لكن كلهم مشتركين ان هما they prolong refractory period، يعني بيزودوا الوقت refractory period ده اللي العضلة بتبقى بترتاح فيه و it doesn't respond to a new stimulus. طيب example عندنا اشهر واحد في class 3 anti-arrhythmic drugs اللي هو الاميودارون. الاميودارون ده كان بوتاسيوم شانل بلاكر. لما نقفل بوتاسيوم شانل يبقى البوتاسيوم مش هيبدا يتبادل مع الصوديوم، فتبدا ريفراكتوري بيريد تزيد. طيب كلاس 4 اللي هم الكالسيوم شانل بلاكرز اللي هم الفيرابميل او الدلتيازم. طبعا انا ما يهمنيش التريتمنت قد ما يهمني ان انا يبقى عندي animal model of arrhythmia عشان اقدر اعمل بيه biological screening للانتي arrhythmic drugs. عشان كده بعد كده هنتكلم ازاي اعمل experimental model of cardiac arrhythmia. احنا لسه حكيين ان بعض الناس لقوا ان هم لما بيحصل لهم anesthesia بhalogenated hydrocarbons الhalogenated hydrocarbons ده بتزود sensitivity بتاعت cardiac muscles للcirculating catecholamines، فعشان كده الناس اللي بيتخدروا بهالجينيتد هيدروكاربونز ما ينفعش ابدا يتحقنوا وقت العمليه ابينفرين، عشان كده الابينفرين انجكشن بروهيبيتد يعني ممنوعه لما الناس تبقى واخده الجنرال انستيزيا هالجينيتد هيدروكاربون، لانه لو حصل ان الهيدروكاربون ده عمل سنسيتايزيشن للمايوكارديوم لل كاتيكولامينز وانا كمان جيت حقنت وبينفرين من بره هيحصل سيفير تاكيكارديا وقت العمليه وده خطر جدا. عشان كده قالوا ممكن نستخدم الصفه دي ان انا اجيب الاكسبيريمنتال انيمال واعمل له تخدير بسايكلوبروبين which is an example of halogenated hydrocarbon، وبعد كده احقنه بالابينفرين
0.01 ميلي جرام بر كي جي، فيبدأ على طول الدوج يظهر عنده ventricular fibrillation. فده أول إكزامبل لل experimental model of cardiac arrhythmia. تاني موديل ممكن أستخدم ال environmental أو surgical methods. environmental methods لقوا لو أنا جبته الأنيمال وحطيته أو عرضته الهايبوثيرميا، يعني درجة حرارة جسمه تقل جامد، هيبدأ يحصل له الريذميا. ممكن أجيب الراتس بحطها في سترينر بحطها في التلاجة أوفر نايت. السيفير هايبوثيرميا اللي بتحصل في الأنيمال دي بتخلي الدم ما بيوصلش للأطراف، فيبدأ القلب يشتغل بسرعة أكبر عشان يضخ الدم عشان يبدأ يحصل ميتابوليزم، فتزيد درجة حرارة الحيوان اللي عنده الهايبوثيرميا، فبلاقي على طول ان انا بخش في كاردياك اريذميا. او ممكن اجيب الانيمال وابدأ اعمل ايه، احط كلامب او اقفل بالبولدوج على الكرونريز، فيبدأ يحصل اسكيميا لما قفلت على الكروناري ارتري، فالاسكيميا بتاعت الهارت دي بتستيميليت ان يزيد السيمباثاتيك سبلاي للهارت، فيبدأ يحصل a case of cardiac arrhythmia. تالت example وأحسن example هو إن أنا أجيب الرابت وأفصل منه الأتريم وأبدأ أحط 2 electrodes على الأتريم بتاعت الرابت ده وهي متعلقة في الأورجن باث، وأبدأ أعمل electric stimulation. الإلكتريك stimulation ده at very high frequency هيبدأ يزود لي الريت بتاع البيتينج ويدخلني في فايبريليشن. نورمال هارت بيتس بتاعت الرابت اتريوم من 80 ل 120 بيتس بير مينيت. لو جيت عملت الالكتريك ستيميليشن عند فيري هاي فريكوانسي، لو وصلت بالفريكوانسي 10 ل 30 هرتز مدة 10 دقايق، ده ممكن يوصل لي الفايبريليشن من 600 ل 18، من 600 ل 1800 beats per minute، وقتها القلب بتاع او الاتريوم بيقف. فانا مش محتاج ان انا اعمل عند ال very high frequency دي عالية قوي، عشان كده بعمل عند lower frequencies زي ما هنشوف ال experiments دلوقتي. وبعدين ممكن اروح حطه الانتي اريثميك دراج وكرر تاني الالكتريك سيميليشن اوف الايزوليتد رابت اتريوم واشوف هل الاريثميا او الفايبريليشن هيحصل ولا هيقل. فعشان كده البيست موديل او الموديل اوف اريثميا هو احسن واحد في كل اللي احنا بنتكلم عليهم دلوقتي، اللي هو الايزوليتد rabbit atrium which is electrically stimulated، ده اللي احنا هنتكلم عليه بالتفصيل كمان شوية. رابع طريقة ممكن اجيب ال rabbit left atrium واجيب filter paper نقعها في 2.5% aconitine nitrate واحطها على ال rabbit left atrium دقيقة ونص، بلاقي ان within 10 minutes بتبدأ الفايبريليشن تحصل. طب ليه الاكونيتين بيعمل كده؟ لان الاكونيتين ده الكالويد، it is a sodium channel opener، sodium channel opener هيفتح sodium channels، هيبدأ يدخل sodium كتير فيحصل depolarization ويحصل الفايبريليشن. ممكن كمان بدل ما تبقى الفلتر بيبر سوكت ب أكونيتين نيتريت ممكن أحط عليها باريوم كلورايد، ده طبعا دايركتلي أكتينج دراج فهيفتح برضو أو هيزود البرميابيليتي أوف ذا كاردياك ماسل للصوديوم. أو ممكن تبقى الفلتر بيبر سوكت بديجيتاليس، واتفقنا إن الديجيتاليس بيزود الكونتراكشن علشان بيبدأ يعمل كالسيوم، بيزود الفري كالسيوم في الهارت ويقل البوتاسيوم زي ما شرحنا المرة اللي فاتت. فكل دي models how to induce الاريثميا. طبعا الباستل هو
ال electrically stimulated isolated rabbit atrium، وهي دي اللي أنا بستخدمها for the screening and biopsy of antiarrhythmic drugs. وال scientist ظبط الميثود دي كان اسمه داو، عشان كده اسمها داوز ميثود. الداوز ميثود خلاص لما اجي اعمل السيل للانتي اريثميك دراج اكزامبل الكينيدين، معروف ان الكينيدين بي برولونج الابسوليوت ريفراكتري بيريد، فهي دي البيزز بتاعه الاسي. ف one of the advantage of the داوز ميثود ان هي depends على pharmacological effect of kinidine in the assay، عكس الassay of digitalis اللي حكينا عليه المرة اللي فاتت ان هو مكان بيعتمد على التوكسيكولوجيكال او السايد effects او التوكسيستي of digitalis، مش على therapeutic effect. طيب بجيب الisolated rabbit atrium وبعلقها في ringer lock solution. الringer lock solution ده solution مناسب للهارت، ملوش اي وظيفة تانية غير ان هو بس a suitable physiological solution. طيب المفروض الرابت ده hot blooded animal، فكان المفروض ان انا اضبط درجة الحرارة عن 37. لو ان انا لو علقته عند 31 دي a state of hypothermia. احنا لسه قايلين ان الهايبوثيرميا بتسهل على الهارت ان هو يدخل في الريذميا، يبقى الهايبوثيرميا دي هتسنسيتايز الهارت ان هو يدخل بسرعة في الفايبريليشن. واتفقنا ان نورمالي الهارت بيتس بتبقى من 80 ل 120 بيتس بير مينت، ده لو انا عاملة الالكتريك ستيميليشن عند من 1.2 ل 2 هرتز. يبقى بعلق الايزوليتد رابت اتريان فرينجر لوك سوليوشن عند درجه حراره 31، وهبدا احط 2 الكترودز على الرابت اتريام وابدا ازود الفريكوانسي بتاعه الالكتريك ستيميليشن. هجرب عند 2.1 هلاقي ان الويف بيبدا يترسم لي هارت ويف كومبليت كاردياك سايكل، بتترسم كومبليت كاردياك سايكل. هبدا ازود الفريكوانسي 2.2 هلاقي كاردياك ويف بتترسم، 2.3 هلاقي ويف بتترسم، 2.4 هلاقي ويف بتترسم. باي انكريزينج ذا فريكوانسي، يعني ايه increasing الفريكوانسي؟ يعني هنا كان عندي مثلا 1 beat per minute، كل ما هتزود الفريكوانسي معناها ان انت بتطلب عدد beats اكتر في نفس المينت، فهيبدأ المسافات ما بين كل beat والتانية تقل عشان يحصل عدد beats اكتر في نفس الوقت. فby increasing the frequency of stimulation هلاقي ان البيتس بدأت تقرب قوي من بعضها as if overlapping، يعني كأنهم متداخلين. ده اللي انا شايفه بعيني لانهم قربوا من بعض، بدل ما كانت واحدة في الدقيقة بقوا ثلاثة او اربعة في الدقيقة عند higher frequency. لكن احنا عارفين واتفقنا ان cardiac muscle دي muscle ما تقدرش تعمل contraction قبل ما ال previous contraction ما تخلص، ما عندهاش القدرة زي ال skeletal muscle انها تعمل tetanus، ما عندهاش قدرة انها تعمل contraction على contraction، ما عندهاش القدرة انها تعمل contraction وال contraction اللي قبلها ما خلصتش. فكل ما هزود الفريكوانسي هلاقي ان الويفز بتقرب من بعض كأنهم overlapping، بس هما actually مش overlapping. مفيش بيت هتترسم الا ما اللي قبلها تخلص، تخلص معناها انها كملت الابسوليوت ريفراكتري بيريد بتاعتها. لحد ما حوصل لفريكوانسي عندها مفيش ويف هتترسم at this frequency
at this frequency which no wave was drawn بيسموها الدروب ويف او الدروب بيت يعني بيت وقعت ما اترسمتش. الفريكوانسي اللي عندها البيت ما اترسمتش دي بتتسمى ماكسيمم توليربل فريكوانسي، يعني اعلى فريكوانسي العضله دي تقدر تستحملها. طب ليه عند الفريكوانسي دي الكاردياك بيت ما اترسمتش؟ لان خلاص الوقت بقى ضيق قوي ما بينها والبيت اللي قبلها، فعند الفريكوانسي العاليه دي البيت اللي قبلها ما خلصتش، لسه في ريفراكتوري بيريد شغاله، عشان كده البيت الجديده دي ما اترسمتش، عشان كده بيسموها دروب بيت او البيت اختفت او ما اترسمتش، او بيسموها دروب ويف. و الفريكوانسي ات ويتش ال wave is dropped معناها ان ال cycle اللي قبلها still going وال muscle دي is in the refractory period. طيب انا بفضل ازود ال frequency بتاعت ال stimulation واشوف ال peats بتترسم قدامي، كل ما بزود ال frequencies هلاقي ان ال peats بتقرب من بعضها زي ما حكينا اضيف overlapping، بس انا فاهم ان هو مفيش peats بتoverlap مع التانية، مفيش peat تقدر تترسم طول ما اللي قبلها ال refractory period بتاعتها ما خلصتش، لحد ما حوصل عند frequency عندها انا عملت electric stimulation ومفيش peat اترسمت، لان العضلة دي ال wave اللي قبل ال wave دي ما خلصتش، لسه في absolute refractory period، وقتها يبقى أنا وصلت ل end point بتاعتي. أنا عايز أحدد ال drop peat بتحصل فين، أو أحدد ال maximum tolerable frequency of my muscle فعدم وجود ال anti-arrhythmic drug. بعد كده هبدأ أعمل إيه؟ هبدأ أحط ال انتي اريثميك دراج بتاعي وهكرر نفس البروسيدير في وجود الكينيدين، يعني برضو هبدا سين الدروب بيت هنا حصلت عند فريكوانسي 3 هرتز، يبقى الماكسيمم توليربل فريكوانسي اوف ذا مسل ان ابسنس اوف كينيدين كانت 3 هرتز، يعني عند 3 هرتز مفيش دروب ويف او مفيش كاردياك سايكل اترسمت، حصل دروب بيت لان دي اعلى فريكوانسي تقدر المسل تستحملها. هبدا احط الكينيدين في الاورجن باث وابدا اعيد تاني الالكتريك ستيميليشن 2.1 2.2 2.3 2.4 and so on، بلاقي برضو ان الويفز كل ما بزود الفريكوانسيز بتبدا قرب من بعضها لحد ما حوصل عند frequency وقتها مفيش peat اترسمت، يبقى حصل drop peat، وهحدد maximum tolerable frequency اللي هي frequency اللي عندها حصل drop peat في وجود الكينيدين. تفتكروا هتبقى أقل ولا أكتر من maximum tolerable frequency في الأول قبل ما حط الكينيدين؟ أكيد الفريكوانسي هتبقى أقل. ليه؟ الفريكوانسي الأولانية في عدم وجود الكينيدين كانت عند 3، معناها إيه 3 هيرتز؟ معناها إن عند 3 هيرتز المسل دي ما رسمتش الويف، عشان كانت الويف اللي قبلها لسه في ريفراكتوري بيريد. طب إحنا اتفقنا إن كل الأنتي أريثميك دراجز they prolong refractory period بتاعت العضلة، يعني بتدخلها في refractory period أسرع أسرع، يبقى عند frequencies أقل العضلة دي هتبدأ تخش في refractory period مطولة، فما تقدرش ترسم ال drop peat أو ما تقدرش ترسم ال peat فيبان بيتا مش مرسومة، أو drop peat هتبان عند frequencies أقل في وجود اي انتي اريثميك دراج. طيب سي مثلا ان في وجود الكينيدين الدروب بيت حصلت عند
2.5 هرتز بدل 3. هبدأ أرسم دوز ريسبونس كيرف ستاندرد اللي هو اللوج دوز اوف كينيدين اجينست ريسبونس اللي هو مين ريسبونس اللي هو البرسنتج ريدكشن في الماكسيمم توليرابل فريكوانسي. دي بتتحسب ازاي؟ احنا اتفقنا ان في عدم وجود الانتي اريثميك دراج الماكسيمم توليرابل فريكوانسي كانت 3. لما استخدمت 0.1 كينيدين وكررت البروسيدر لقيت الماكسيمم توليرابل فريكوانسي مثلا بقت عند 2.5، يبقى 3 ناقص 2.5 على 3 دي البرسنتج ريدكشن في الماكسيمم توليرابل فريكوانسي. اضربها في 100 طلعت تقريبا 17%. يبقى عند لوج الكونسنتريشن ده هبقى احط هنا عند 17%. هاجي استخدم higher concentration of كينيدين واكرر نفس البروسيدير. كل ما ساعدتك هتزود الكونسنتريشن بتاع الانتي اريثميك دراج، كل ما هيدخل المصل في refractory period اسرع، كل ما ساعدتك هتلاقي ان الدروب بيت حصلت عند frequency اقل، فهتلاقي ان ال percentage reduction في maximum tolerable frequency بدأت تزيد by increasing the concentration of the antiarrhythmic drug. فحبدأ أرسم، أنا رسمة log dose عشان يديني straight line. بعد كده هجيب التست بتاعي اللي أنا مش عارف ال concentration بتاعه، هكرر نفس ال procedure وأشوف عمل ال drop wave عند which frequency، وبعدين أحسب للتست ال percentage reduction in maximum tolerable frequency، واجي هنا عند ال y axis اقطع ال calibration curve، انزل perpendicular على ال x axis، اعمل على calculator anti log، هيروح مديني dose او concentration بتاع التست بتاعي. وانا كده نبقى خلصنا ال anti arrhythmic drugs. الجزء الاولاني بتاع الشرح بتاع انواع الاريثميا بالتفصيل الممل ده انا مش عايزاه، ده just for reading، مش علينا لا في النظري ولا في الشفوي. طيب فاضل لنا كده الهايبرتنشن. برضو الهايبرتنشن كلام فيها كتير ومش هنتعرض للدراجز بتاعتها، انتوا درستوها بالتفصيل. احنا بس عشان يبقى عندي انتي هايبرتنسيف دراج لازم اتعلم حاجتين. لازم اتعلم هقيس البلاد براشر للانيمال ازاي، اللي هي methods of blood pressure measurement في الانيمال، ولازم اشوف ايه هي models of hypertensive animals اللي انا ممكن اشتغل عليها. فلو انا جبت انيمال وعايزة اقيس له blood pressure، زي ما اخدنا في العملي اتفقنا ان احنا عندنا direct او invasive methods، يعني هجيب invasive يعني هفتح في الانيمال زي ما شرحت لكم، بفتح في الفيميرال فين والفيميرال ارتري، وزي ما وريتكم شكل الكانيولات بدخل الكانيولات في رجل في الفيميرال ارتري عشان بعد كده هوصلها بالبريشر ترانسديوسر، وبدخل في الفيميرال فين علشان احقن الدراج انترافينوس واشوف هو انتي هايبرتنسيف ولا لا. و طبعا ببقى عامل انستيزيا او مخدر الانيمال، وبعد ما بعمل الكانيوليشن القفص والكانيولات دي الزرقاء اللي هي الفين هوصلها بكانيولة تانية طويلة اخرها في سيرنج عشان احقن بيها دراج انترافينوس، والحمراء اللي هي الارتري بوصلها بكانيولة تانية للبريشر ترانسديوسر والداتا اكويزيشن سيستم عشان يبدأ يركورد البلاد بريشر والهارت ريت زي ما حكينا قبل كده. فدي اول طريقه لقياس بلاد بريشر. ممكن اقيس البلاد بريشر اندايركت زي ما بجيب كده البني ادم واحط الكف حوالين البريكيال ارتري واقفل، وبعدين ابدا افتح اول صوت ما اسمعه ده السيستول لحد ما الصوت يروح ده الداستول. نفس القصه في الانيمال، ان انا بشوف الكف وبنقي ارتري واضح ممكن يسمعني صوت. طبعا في الرات
لقوا ان احسن حاجه هو التيل ارتري. لو انا هشتغل على كات او دوج ممكن استعمل الفيميرال ارتري، يعني احط الكف حوالين الرجل بتاعه الكات او الدوج، حوالين الهند ليمب او الهند ليك، وبقيس البلاب بريشر 3 مرات واخد الافريج البلاب بريشر والكورسبوندينج هارت ريت اترسم. تالت ميثود والباست ميثود ان انا اللي هي الراديو تيليمتري. الراديو تيليمتري دي انا عندي امبلانت او ترانسميتر يقيس لي اي بيولوجيكال فانكشن انا عايزه اقيسها في الانيمال. طيب انا دلوقتي عايزه اقيس البلاد بريشر، فهنقي الترانسميتر او الامبلانت اللي يقيس لي بلاد بريشر، هجيب الانيمال واخدره واحط الامبلانت دي في الابدومينال كافيتي بتاعت الانيمال، والكانيولا اللي طالعه منها دي هدخلها جوه الاورطه بتاعت الانيمال. عندي مقاسات مختلفه، لو انا هشتغل على رات عندي سيوتابل سايز للرات، لو مايس هيبقى اصغر، لو كات او دوغ هتبقى اكبر، واتيفر السايز بيختلف على حسب الانيمال. طيب بحط الترانسميتر او الامبلانت ده في الابدومينال كافيتي، بخيطه عشان يبقى سكيورد ما يقعش، بدخل الكانيولا في الاورطة، بعد كده بقفل، وطبعا ده والانيمال متخدر، بسيب الانيمال يفوق ويبقى conscious وفريلي موفينج. خلاص بقت الامبلانت دي جوه الانيمال، بتبدأ تعمل ايه؟ الامبلانت دي جوه الاورطة، فبتبدأ تحول الميكانيكال changes of the blood across the aorta ل radio waves. radio waves ده تطلع لي من الانيمال، انا بستقبلها برا على receiver يستقبل radio waves. receiver ده بيبقى متوصل بال data acquisition system، فتبدأ يترسم لي ال blood pressure وال corresponding heart rate. طبعا دي ال past method for measuring blood pressure. ليه؟ لأنها طول الوقت ال radio waves قاعدة تطلع من الانيمال الصبح وبالليل، مش محتاجة ان انا ادخله في strainer واقعد جنبه ربع ساعة وبعدين اقيس وبعدين اطلعه واجي تاني يوم او بالليل اقيسله عشان اخد day night measurement. فال radio telemetry allow continuous measurement of blood pressure عكس ال تيل كف، مش محتاجة ان انا ادخله في سترينر ولا ان انا اعمل بري وورمينج. بتديني very precise و accurate measurement لان الانيمال لوحده كده الامبلانت قاعد يطلع الويفز اللي هي corresponding للميكانيكال changes of the blood flow across the aorta. لكن في التيل كف على حسب البني ادم اللي بيهندل الانيمال، لو انا جيت مسكت الانيمال very aggressive ودخلته strainer هيبقى very tachycardic و very hypertensive، وده مش precise ولا accurate measurements. لو واحد بيتعامل معاه بهدوء و well trained ودخله بشويش واستنى عليه لما يبقى stable هيديني precise and accurate measurement. يبقى فيه human هنا تدخل، human intervention في القرايات اللي ممكن تطلع لي من التيل كف. طيب احنا كده خلصنا ايه الطرق اللي انا ممكن اقيس بيها blood pressure of animals. طب ايه هي بقى models of hypertension؟ اول model والpast model اللي هو spontaneously hypertensive rats، دي rats من الstrain وستر كيوتو، جبناها العلماء بعد قعدوا يلعبوا في الجينات بتاعتها بحيث انها الجينز بتاعتها بقت mutated so that طلعت لي rats ما عندهاش vasodilation مظبوط في blood vessels، فبالتالي طول الوقت الrats دي او الموديل ده عنده hypertension، عشان كده spontaneously hypertensive rats. وده model of genetic hypertension لان الhypertension نتجت نتيجة mutation of the genes. وده الباست موديل اللي احنا هنشتغل عليه. ليه؟ لانه بيميمك الهيومن هايبرتنشن، بني ادم اللي بيجيله هايبرتنشن هيفضل طول عمره هايبرتنسيف،
لكن بقية المودلز انا بدي حاجة للانيمال ترفع له البلاب براشر بتاعه. لو انا سبت الانيمال 4 or 6 weeks for recovery هيرجع نورموتنسف تاني، لكن الموديل ده الانيمال طول عمره هايبرتنسف، which miming بالظبط الفيسيولوجيكال ستيت اللي بتحصل في الهيومن اللي بيجيله هايبرتنشن هيفضل طول عمره انسان ضغطه عالي. تاني اكزامبل، طبعا احنا عارفين ان الكورتيزون بيحبس المية في الجسم، فلما الفوليوم بتاع البلاد يزيد هيبدأ يحصل a state of hypertension. فممكن استغل البروبرتي دي ان انا اجيب الانيمالز وابدأ احط لهم صوديوم كلورايد في drinking water، وفي نفس الوقت احقنهم دوكا اللي هو ديوكسي كورتيزون، فيبدأ الكورتيزون ده يعمل صوديوم and water retention، وطبعا ده بيستمر ل 3 to 6 months لحد ما الانيمالز دي تبقى هايبرتنسف واقدر اشتغل عليها. تالت موديل اللي هو بيسموه 2K1C hypertension اللي هو 2 kidney 1 clip hypertension. ده بعمل ايه؟ بجيب الانيمال واروح عامل حاطط كليب اوقفل one of the renal arteries، وعنده الانيمال عنده 2 كيدني لكن انا قفلت 1 بس، عشان كده بيسموا partial occlusion of one of the renal arteries. بقفل for 4 ل 6 weeks one of the renal arteries، لان انا لو قفلت الاثنين الانيمال هيموت. طيب قفلت واحد من الرينال arteries بتعمل ايه؟ بيقل الرينال blood flow للكيدني المقفولة الارتري بتاعها، فتبدأ الكيدني تحس كأن في state of hypotension، فتبدأ الكيدني دي هتبدأ تعمل release للرينين وانجتنسن 2، فيبدأ يزيد blood pressure بتاع الانيمال، عشان كده بيسموها renal hypertension أو 2 kidney 1 clip hypertension، أو ساعات تكتب في البيبرز 2K1C hypertension، أو بتتسمى جولد بلات هايبرتنشن لأن الساينتست اللي عمل التكنيك ده كان اسمه جولد بلات، هيبدأ يبقى هايبرتنسف. طيب مين أشهر ناس انهيبيتر بتعطى؟ اللي هو الـ name اللي هو NG نيترو ال أرجينين ميثايل إستر، بيحطوه في الدرينكينج ووتر فور 4 ويكس للأنيمالز. بعد الـ 4 ويكس لو جيت قست بلاد بريشر بتاع الأنيمال هلاقي الأنيمالز دي بقت هايبرتنسف أنيمالز. دلوقتي انا عرفت ايه هي المودلز بتاعت الهايبرتنشن وازاي هقيس البلاد بريشر وقت التجربه. انا لو عندي اي انتي هايبرتنسيف دراج هبدا اقيس البلاد بريشر بتاع الهايبرتنسيف انيمالز، واحقن الدراج بتاعي انترافينس وارجع ابص على البلاد بريشر ايه اخباره. لو الدراج بتاعي قلل البلاد بريشر يبقى it is an anti-hypertensive drug وانا كده عملت له assay، لكن ولا طريقة من اللي احنا حكيناها دي ممكن تقولي ال exact mechanism ازاي الدراج ده anti-hypertensive drug. يعني مفيش طريقة تقولي ده sympatholytic يعني بيقلل السيمباثاتيك، ولا ده vasodilator، ولا ده حاجة هتشتغل على الرأس اللي هو renin angiotensin system. عشان اعرف اعمل exact investigation للميكانيزم of action البايو اسي او الانيمال models of hypertension is not enough. محتاج اعمل ايه؟ الانيمال model ده هيقولي بس هو هيقلل blood pressure ولا لا، يعني هو anti hypertensive ولا لا، لكن عشان to explore exact mechanism للanti hypertensive بيشتغل بيها علشان يقللي blood pressure انا محتاج more in vivo and in vitro experiments. ال in vivo ممكن اعمل ايه؟ تتراد سيستم زي ما شرحنا هيقول لي بالظبط الدراج بتاعي ده هيشتغل فين، او in vitro ممكن استخدم ال vas difference preparation برضو هتقول لي هو بيشتغل فين بالظبط. ولو محتاجه more and more investigation ممكن اعمل receptor binding studies ان انا اشوف هو بيمسك على انه ريسبتور بالظبط، و
الـ receptor activity أو structure activity relationship زي ما بناخد في الـ. أنا كده خلصت، هو ده الجزء المطلوب مننا. كده محاضراتي خلصت. أي حاجة ما تشرحتش في الباوربوينت دي موجودة في الكتاب، يبقى دي just for reading ومش علينا. شكراً.